ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. سيدة دلال، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعينا باختصار عن أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أود الإشارة إلى أن صراحة انعقاد مثل هذه الورش يعني يعد سمة لعمل مؤسسي حرفي هام، وانعكاس يعني لتميز نهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العمل المشترك والتشاور الموسع، بحيث أنه ينبثق منه فعلا التميز في العمل الحكومي، تحسين الخدمات ورفع مستوى ومؤشرات التنمية. التركيز تحديدا على مدى التعاون ما بين السلطة التشريعية والحكومة في تنفيذ وإنفاذ تلك المخرجات يعني يتطلب اتخاذ فعلا تدابير تشريعية هامة لأنها تكون موازية وتحاكي فعلا هذا العمل المشترك. بداية يعني كمحور أساس العمل التشريعي نقدر يعني عاليا تركيز ولي العهد دائما رئيس مجلس الوزراء على هذا الجانب، فيه أن المطلوب الآن في المرحلة المقبلة أن يكون إدماجه في برنامج عمل الحكومة بالنسبة للمجلس إن شاء الله النيابي القادم، يؤخذ في الاعتبار كيف ندمج تحقيق هذه المشاريع من ضمن الميزانية العامة للدولة. جانب كبير من تلك التطلعات والمبادرات تتطلب مراجعة وتحديث التشريعات ووضع النصوص القانونية المحفزة خاصة للبيئة الاستثمارية والمالية والاقتصادية. أيضا يرادفها أن المرحلة المقبلة إن شاء الله تشهد مملكة البحرين الانتخابات النيابية والبلدية، من المهم جدا اللي يعني ينوون الترشح أن يدمجونها كيفية في برامجهم الانتخابية، خطط عملهم، لأنها تعكس فعلا واجبهم ومسؤوليتهم الوطنية في المرحلة المقبلة. نعم. قياس الأداء الحكومي ورفع الكفاءة والفاعلية يتطلب فعلا أن يتم إدراج هذه المخرجات، لأنها هي أساس ومرتكز التغيير في الأداء الحكومي، بحيث أن احنا تستديم معها التنمية المستدامة، نخلق فيها المستوى التنافسي على المستوى الدولي. ايضا المشاركين لقينا ان في تجمعهم في تفاعل كبير لصانعي القرار، بحيث انهم جزء من وضع هذه المبادرات، عليهم مسؤوليه كيفيه تحقيقها. هناك اليات تنفيذيه راح تختص فيها الحكومه، هناك اليات تشريعيه راح تختص فيها السلطة التشريعية. نعم. إن شاء الله يعقبها أيضا لقاء مشترك مع السلطة التشريعية أن تأخذ هذه المخرجات كما تم الانتهاء منها، لتضعها أيضا ك يعني خارطة استرشادية بالنسبة لها وملزمة أيضا، بحيث أنها هي تتبناها للعمل بموجبها في العمل إن شاء الله الفصل التشريعي. نعم. إذن تعاون فعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، شكرا جزيلا لك.